نظم اليوم مجلس قضاء البليدة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة يوما دراسيا جهويا ضم المجالس القضائية للوسط حول آليات حماية الطفولة في الجزائر. صندوق النفقة نموذجا تم التطرق فيه إلى إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة لفائدة المرأة الحاضنة والطفل المحظون بموجب قانون الأسرة والعقوبات وحرص المشرع الجزائري على تبسيط إجراءات الاستفادة منه، وكذا الحماية القضائية والقانونية الموفرة لهما. كما أكد المتدخلون على الدور الهام للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في التعريف بهذا القانون. الدولة تكفلت الآن بوضع مبلغ مالي في صندوق على مستوى المجالس القضائية تنفيذا لهذا، يكون رئيس المحكمة يصدر أمر ويرسل إلى الأمين العام للمجلس القضائي ويخصص المبلغ المالي عن طريق الخزينة العمومية إلى كل من الحاضنة. الهدف منا حاليا أننا نعرف بهذا القانون اللي يعتبر يعني خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال حماية الطفولة وتسهيل الإجراءات. وحتى القانون لما ينص يتكلم على أمر ولائي يصدره القاضي المختص، قاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.